النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. نظمت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية والاتحاد العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جمعية الأعمال والصداقة البحرينية الصينية النسخة 12 لقمة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والصين، وذلك بحضور الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة نائبا عن وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عبد الحسن حسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وعدد واسع من الشخصيات البارزة. هذا وخرجت القمة بعدة توصيات أبرزها العمل على إيجاد نظام وبيئة حاضنة لزيادة وتسريع الأعمال بدعم وطني بين البحرين والصين، وتفعيل دور الحوكمة والقطاع الخاص في نشر ثقافة الصناعات التحويلية والاستفادة من المعارض الدائمة في البلدين، ووضع خطة للتكامل الصناعي والمحلي من خلال المؤسسات صاحبة الاختصاص، وتبني مشاريع موجهة للمرأة رائدة الأعمال في سبيل الاستدامة، وزيادة دور الشباب لمشاركة آرائهم في التحديات من وجهة نظرهم والتعاون مع نظرائهم الصينيين في مستقبل ريادة الأعمال وتطبيق نظام الذكاء الاصطناعي بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال. احتفل المجتمع الدولي مؤخرا باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسليط الضوء على المساهمات القيمة التي تقدمها هذه المؤسسات ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. للحديث حول هذا القطاع الحيوي تنضم معي عبر الهاتف الأستاذة شيخة عبدالله الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة. مرحبا بك أستاذة في النشرة الاقتصادية، وفي البداية ما هي أبرز المبادرات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة منذ إطلاق الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ مساء النور والسرور. تم الإعلان مؤخرا بأن مجلس تنمية المؤسسات ومنذ تأسيسه واعتماد الاستراتيجية المعنية بتنمية المؤسسات تمكن من إنجاز 68% من إجمالي مبادراته، اللي من شأنها دعم القطاع وتذليل التحديات اللي تواجهه وبالتالي نمو إسهاماته في الاقتصاد الوطني، حيث تشكل مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد عن الثلث، بالإضافة إلى مساهمته في الصادرات الغير نفطية بما يقارب 400 مليون دينار بحريني. ومن أبرز المبادرات اللي نفذتها الوزارة بالتعاون مع أعضاء المجلس تنمية القطاع هو إطلاق النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات، واللي يهدف إلى تصنيف المؤسسات بحسب الحجم بحسب القرار الوزاري عبر منحها شهادات تصنيف معتمدة من قبل الوزارة، وحتى حينها تم استلام وتمرير حوالي 6200 طلب للتصنيف عبر نظام تسجيل المؤسسات ومن حوالي 4200 شهادة تصنيف، بالإضافة إلى برنامج المشتريات الحكومية، حيث تم الإعلان أن خلال الربع الأول فقط استفاد من البرنامج والأفضلية الممنوحة للمؤسسات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بمنح الأفضلية بنسبة 10% في المناقصات الحكومية استفادت ما يقارب 72 مؤسسة بقيمة 25 مليون دينار بحريني. إضافة إلى ذلك برنامج أو صادرات البحرين واللي هي تعد من أهم مبادرات المجلس لتيسير وصول المؤسسات الصغيرة للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تم الإعلان بأن الصادرات تمكنت ومنذ تدشينها من تيسير تصدير ما يقارب المليار دولار من المنتجات والخدمات البحرينية إلى الأسواق الدولية. أستاذة شيخة، يعني بعد وصولكم إلى هذه النسبة الكبيرة من الإنجاز، ما هي البرامج الجديدة والخطط والمبادرات المستقبلية للمجلس؟ أولاً وقبل كل شيء، تدرك الوزارة والمجلس التحديات اللي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المتغيرات والعوامل المختلفة اللي تحتم المراجعة المستمرة وتطوير البرامج والسياسات بنهج استباقي، وبالأخص في ضوء تأثير التكنولوجيا المتقدمة وموجة الذكاء الاصطناعي القادمة على هذه المؤسسات. وعليه احنا ملتزمين بإطلاق مبادرات مصممة لدفع الابتكار
وتحويل هذه التحديات إلى فرص للازدهار والنمو، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الناشئة والأنشطة الواعدة في هذا القطاع. وعليه تعمل حاليا الوزارة على تعزيز أداء الحاضنات والمسرعات المرخصة من خلال التقييم والمراقبة لتوفير التوجيه والدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة وتحسين مخرجاتها، بالإضافة إلى بناء قدرات الحاضنات المرخصة في مجال الابتكار والملكية الفكرية. وراح يواصل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التزامه في بذل الجهود بالتعاون المستمر بين الأعضاء لدعم هذه المؤسسات وتعزيز بيئة مواتية لرواد الأعمال البحرينيين. بالتأكيد الأستاذة شيخة عبد الله الفاضل، مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 227 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في الرابع من يوليو 2024 إلى الثاني من يناير 2025، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.5%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 226%.